رح نروح لفقرة كتير مهمة فرح. الصحة النفسية يا سلمى اللي كلياتنا مندور عليها ومنحاول انه نكون اصحاء نفسيا. رهبة الامتحانات اللي كلياتنا دخلنا فيها او عشناها ممكن. صحيح. سلمى قد بتتذكري من مراحل الشهادتين كان التاسع او حتى البكالوريا انه عشنا مرحلة القلق، وحتى الجامعة عشنا مرحلة القلق ومرحلة التوتر قبل الامتحانات. ويمكن في ناس بتمرض، يعني مثلا انا بالبكالوريا مرضت قبل الفحص من كتر ما كنت مرتعبة وخايفة اني مثلا اني دارسة بس اني انا ما رح اقدم منيح، كان فيها الهاجس وكان في انه خلص وقفي دراسة وقفي مراجعة لحتى تقدري ترتاحي وتقدمي طيب اللي انت حافظتيه. يعني تمام. صار عندي مشاكل حتى ما كنت اقدر اكل واشرب من شدة الرعب من سلمى. هي حالة من التوتر والقلق والاضطراب، لكن في حالات يمكن متطورة بشكل اكبر ممكن تتطور لمرض نفسي مزمن. وبما انه هلا الطلاب عم يقدموا امتحانات الاعدادي او حتى الثانوي فبيهمهم كثير يسمعوا شوية معلومات وكيف بنقدر نحمي حالنا من هذا الاضطراب او التوتر يلي هو مشروع عند كل الطلاب. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور راغد هارون اختصاصي طب نفسي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم يا رب. صباح جميع الطلاب الخايفين والمخايفين. الخايفين والمخايفين، بنتمنى له كل التوفيق يا رب. صباح الخير دكتور. يعني بداية كده نسمع هيك من الناس انه اللي بخاف منيح، يعني الواحد اذا خاف دارس معناته هو دارس ورح ينجز ورح يعمل وكذا، ولكن خلينا نفرق بين الخوف الطبيعي او القلق الطبيعي من اي مرحلة ممكن الانسان يكون عم بمر فيها وخصوصا بالامتحانات. صحيح. وبين رهاب الامتحانات اللي بيرافقه كثير من التغيرات والأعراض الفيزيولوجية. صحيح. والنفسية للطالب. صحيح. هلا ما في شك كلياتنا بفتره معينه مرقنا مو بامتحان واحد، يعني بالعديد من الامتحانات، وبكل مره يمكن كان شده القلق اكثر شيء باول امتحان عملناه، لانه تدريجيا وسلوكيا بخف بصراحه رهبه الامتحان، الا اذا كان في فعلا مشكله حقيقيه عند هذا الشخص نتيجه خلل كيماوي مثلا عنده بالجمله العصبيه المركزيه. القلق بكمية خفيفة أو الأدرينالين بكمية خفيفة هي ناقل عصبي محفز للجبنة العصبية ويجعل الشخص أليرت، يعني يقظ وقادر على شدة التركيز، شدة الانتباه، القدرة على التذكر، استحضار المعلومات. وحتى أثناء الدراسة ممكن يكون عم يفكر هو أنه بحاجة أنه يحصل على فرع معين، فهو عايش قلق ولكن بكمية خفيفة هي مناسبة، باعتبار أنه دائما مواجهتنا للشدة والخوف تعتبر قلق وبتسبب إفراز الأدرينالين بجسمنا يلي بده يأهبنا ويقوم بمجموعة من الاستعدادات الجسدية لمواجهة هذا الخطر بصراحة. أما إذا كان هذا الإنتاج من الأدرينالين بكمية كتير كبيرة رح يؤدي إلى أعراض مخالفة تماماً بصراحة، تركيزه وانتباهه رح يتشتتوا، قدرته على العطاء رح تتشتت، واستحضاره لمعلوماته، أعراض جسدية كتير رح تكون شديدة قبل الامتحان وخصوصا اثناء الامتحان، مثل جفاف الفم والغثيان، كثير منهم بيشعروا بالغثيان، بالرغبه بالاقياء، بجفاف الفم، انا كان يوجعني بطني دكتور. نعم نعم. الام يعني اعراض جسديه هي رجفه، انا كان يطلع لي قلع. ايضا من الشده النفسيه حقيقه الرجفه والرعشه بالاصابع، بتلاقي ممكن عم يكتب وهو عم يرجف، غير قادر على التركيز، غاضب، متوتر، ما نو قدران صراحة يتابع الامتحان أو ما نو قدران يحصل إنتاجه الحقيقي رغم أنه هو دارس. كان دارس وفعلا تعبان، ولكن إجل المرحلة اللي ما نو محضر نفسه إلى أو حضروا الأهل أو المجتمع أو المدرسة بطريقة سيئة لحتى يدخل هالامتحان. هون دكتور انا بدي اسالك موضوع كثير مهم وكثير عم نشوفه بحوالينا، يعني لما طالب صف تاسع او بكالوريا دائما الكلمات حتى لو كانت اوقات تشجيعيه يعني بتكون بطريقه غلط. نعم. اوقات المقارنه. صحيح. اوقات لما بيكسروا من معنويات الطالب انه انت شو حيطلع معك بهي الدراسه اذا شافوه
ممكن عم يستريح لفترة بسيطة. فنحن خلينا نحكي عن دور الوسط المحيط من أقارب من أهل من البيت بدعم أو حتى خلق هذا النوع من المرض عند الطلاب. صحيح صحيح، حقيقة موضوع مهم جدا، لأنه الأساس بالقلق فعلا هو البيئة اللي عايش فيها هذا الطالب. لأنه حتى لو كان في عنده استعداد لاضطراب القلق فرح يكون قادر بالبيئة المناسبة أنه يتجاوز ويتخطى هذا الموضوع. لما بيكون عايش بمدرسة عم تتعامل معه بطريقة تعليمية جميلة ومناسبة وطريقة جيدة بإدخال المعلومات، ما فيها خوف من، يعني ما عنده رهبة من العقاب أو كلام مؤذي وجارح معنويا يخليه يكره المدرسة. وقديش في عدد من الطلاب فعلا تسربوا من المدارس وهن أذكى من أكثر الطلاب اللي حصلوا تحصيلات عالية بس بسبب معاملتهم المعنوية الغير مناسبة بصراحة. فهون دور المدرسة بالمعاملة السلوكية السليمة للطلاب من خلال أساتذتنا الكرام ومن خلال توجيه أساتذتنا من قبل أخصائي نفسي، ومن خلال أيضا كشف أي حالة عند أي طالب إذا كان هو مضطرب أكثر من غيره من الطلاب، إن كان مفرط النشاط ولا إن كان مكتئب أو قلق حسب ظروف بيته. لأنه الأستاذ يعني سلفا ما بيعرف ظروف بيت كل واحد، ولكن هناك ظروف صعبة ممكن تكون عند البعض من الطلاب بحاجة للدعم بحاجة للمساعدة، وأيضا حتى الأساتذة بحاجة للدعم والمساعدة من خلال تحسين أسلوبهم بإعطاء المادة وتحبيبهم. لذلك بتلاقي فعلا في كتير من الطلاب بيعبروا عن أنه أنا بحب هالمادة وما بحب هالمادة. لاحظي عمي يعني أحيانا عم يتغير ميوله أو رغبته بالمستقبل نتيجة بس حب الأستاذ، عم يربط حب الأستاذ بحب صح. المادة. الأهل نفس الشيء، الأهل دائما جاهزين لأنه يقرعوا ابنهم اللي دفعوا عليه هالقد أساتذة درسوه وقصتوا هالأمور وتعبوا عليه من أجل مثلا سؤال خربط فيه. إنسان بيخطئ، لازم نفهم هذا الموضوع، الإنسان بيخطئ حتى إذا كان دارس بشكل 100% لازم نتفهم خطأه ونقول له معليش هذا الشيء بيصير. نسبة الأهل دكتور قد نسبة الأهل قليلة جدا، قليلة جدا بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه أنا دائما بقول أنه أهلنا مشكورين جدا وما في شك بحبهم إلنا، مستعدين يطبخولنا وياخدونا لأي مكان لنرتاح فيه، بس ما نن مستعدين يقروا صفحة واحدة عن كيفية أنه يتعاملوا مع أبنائهم بمختلف الأعمار اعتبارا من عمر السنة لحد 10 سنين وما بعد ذلك بسن المراهقة وغيره. ما نن مستعدين يقروا صفحة واحدة. للأسف دكتور يمكن هي الحالة اللي بنشوفها بأغلب المشاكل الاجتماعية، لأنه نحن تنقصنا شوي ثقافة التعامل والتفكير والحوار وعلى شو ربينا بنضلنا ماشيين بغض النظر إذا صح يعني عليك أو غلط. التربية وراثية يعني تماماً. وفعلا هي وراثية، لذلك هي بتضل وراثية إذا ما قطعنا هالحلقة المعيبة. لازم أنا أبذل جهد على نفسي، على نفسي لغير طريقة تربية ابني مشان علمه وهو بقى يربي ابنه وبتروح بقى أجيال مثل ما صار بأي بلد آخر متحضر ومشيت الأجيال. أول شيء لازم نكسره أنه نحن نقدر نحكي للشخص المناسب شو عم نعاني من مشاكل، مثل لما بيوجعني سني وبروح عند دكتور سنان. تماماً. نفسيتي لما بتوجعني أو بحس أنه في نعم. غلط نحن نعم. مستحيل يروح عند طبيب أو معالج نفسي، هي مشكلة كتير كبيرة ودائماً نحن بنقول إنه وبمنع لا. من الأهل أحياناً تماماً. تخيلي طيب. يعني هو واعي أكثر من أهله ولكن هن عم يقولوا له لا ما في داعي لأنه هي الأدوية بجوز بتضل علي طول عمرك إدمان. أو بتعمل لك إدمان أو من هالألفاظ اللي يعني غريبة بالنسبة للطب النفسي حقيقةً. صحيح. فكان السؤال مهم جدا، البيئة مهمة جدا لحتى نحضرهم للطلاب. في كتير بلدان الطالب بيفوت على الامتحان وما في مراقب فوق راسه لحتى يشوف اذا بينقل ولا لا. دكتور يعني ما في مراقب تفضل على القاعة حتى موضوع الامتحان يعني رعب برعب يعني عم يكون
معقول؟ انه بنسمع بعض الاحيان عن حاله تفتيش للطالب، انه شو حاله الرعب يلي ممكن يعيشها الطالب. يعني عم نقول بالدول المتحضره ما في مراقب، عنا حاله الرعب اللي بينشروها بين الطلاب. اذا كان حتى الطفل غير مضطرب وغير متوتر ممكن يفوت على قاعة الامتحان تصيبه هي الرهبه بشكل كثير كبير، وشفناها. صحيح. فكمان للمدرسه قد ايه دور كثير كبير، للمدرسين، للمراقبين، قد ايه بدهم يمكن دروس خصوصيه بهذا المجال. صحيح. ومو الكل طبعا، ما فينا نعمم. اكيد دور المدرسه كثير مهم، او المركز اللي عم يقدموا فيه الامتحان مهم، من خلال رئيس المركز والسادة الأساتذة الموجودين كمراقبين، قديش لازم يعطوا راحة للطالب، يستقبلوه بابتسامة كأولادهم يعني، وليس كمراقب أو محقق أنا جاي يعني بدي جاي بس بدي ألقطك يعني. لا لا، أنا جاي يعني الطالب لازم يعرف أنه أنت جاي تكتب يلي تعبت عليهم او عرفتهم بهالسنة. اختبر نفسك بغض النظر، بجوز انا بدي اخذك لموهبه اخرى انا كنت كاشفك عليا. وهي نقطه يعني بتجي قبليه من الكلام اللي عم نقوله. خلال المدارس بالمرحله الابتدائيه والاعداديه بكثير من البلدان بصراحه بيكتشفوا الموهبه عند الطالب، لذلك بتلاقي انه مو الطب هو اعلى شيء عندهم، وابدا الطب ما هو اعلى شيء. ممكن تكون الهندسه، ممكن تكون الحقوق، ممكن الفنون الجميلة، ممكن تكون الفنون الجميلة، كل شيء مهم. ولكن نحن اعتدنا من خلال أهلنا وعاداتنا ومعارفنا الضحلة أنه هلأ أسألي معظم الطلاب 80% بيقول لك أنا بدي أصير دكتور، لأنه هي الكلمة تعني أنه هو حصل أعلى شيء. مين قال أنه أعلى شيء الطب؟ لا أبداً. الطبيب مثله مثل أي مهنة، ممكن المهندس يكون أهم بكتير، ممكن الحقوقي، ممكن الصحافي هو أهم من الجميع بصراحة يعني. الله يعزك يا رب. لا حقيقة يعني، لأنه كل مهنة مهمة. ولكن ليش أعطينا ليش غرسنا له؟ وأنا دائما بركز على أنه دماغ الطفل تربة خصبة ونظيفة، لا تزرع فيها شيء خاطئ، لأنه بصير في عندك مهمتين، بدك تقلع الشيء الخاطئ وترجع تزرع، بتعذبنا بالمستقبل يعني، بتعذبه وبتعذبنا. لا تزرع هالكلمة بدماغه. ليش ما بتقول له يلي بتحبه بالمستقبل؟ مثلا في كثير من الطلاب من الأولاد، ابني مثلا بيقول لي أنا أعشق كرة القدم، وأصلاً أنا سميته كريستيانو على اسم كريستيانو لأنه أيضاً أحبه، ولكن صار بيحبه وأنا بحب أنه يكون. قلت له يعني هذا خيارك بالنهاية يعني، وليس خياري أنا، أنت بتشوف يعني. لا نفكر أنه خياره ما بيتغير، بيتغير. صح. ولكن خلينا نحافظ على دراسته كمان، يكون صاحب قرار الطفل، صاحب قرار. نعم، نهيئه ليكون صاحب قرار، لا تقرر عنه. هلأ في كتير من الأهالي بيحققوا أمنياتهم اللي ما قدروا يحققوا بأطفالهم، وهذا خطأ، لأنه أنت بجوز قدرتك وتفكيرك ورغبتك تختلف عن ابنك، وبالتالي ما عاد ينجز بشكل جيد بهالمهنة يلي أنت أجبرته عليها. كثير من زملائنا بيخبرونا انه دخلت الطب رغما عني، طب ليش؟ دكتور هي النقطة بالذات. نعم. لما نحن بنكون بمجتمع بيتطلب اعلى درجة علامة لحتى نحن ندخل الطب، والاهل مثل ما قلت بيحاولوا يحققوا ذاتهم باطفالهم، فنحن جاب اعلى علامة اللي هي بتناسب الطب، حرام يفوت هندسة. هذا الشيء كمان نحن عم نحكي عن ثقافة مجتمع كامل، اسلوب بالمناهج، عم نحكي عن خلية كاملة. نعم. بتساهم بغرس هذا الشيء. أديب دكتور هذا الشيء صحيح؟ كيف فينا نحن نحمي أطفالنا فعلا من أنه نحن ما بدنا الكمال بدرجة كاملة لحتى ترضيني وتفوت طب، شيء ناسبك وتأبدع فيه؟ صحيح يعني، هذا موضوع له علاقة بعمل المؤسسات حقيقة يعني. هلأ نحن مثلا يعني بقصد له علاقة بالتحصيل المادي يعني، مثلا ليش الكل بيحب يكون دكتور أو طبيب؟ لأنه مهنة مربحة. لا عفوا منك، هلأ هن بيعتقدوا حقيقة أنه هي مهنة مربحة. هي ما أنا مهنة مربحة، هي أكثر مهنة متعبة بكل المهن اللي ممكن تخطر على بالك بصراحة.
يعني لا تلقي يعني المقابل المادي لقاء هي رغبة بالعطاء والمساعدة للمرضى، يعني هيك بدها تكون مهما كان المقابل، هيك بدها تكون بصراحة. ولكن احيانا بتكون مثل ما تفضلت فرح انه بنلجأ للمهنة يلي بتدر المال. فهلا لما بيكون كله بيدر مال او كمية من المال كافية لحياة كريمة، وما بعود في فرق بصراحة ان كنت انا محامي ولا مهندس صفي، انا بختار فعلا الرغبة يلي انا بأبدع فيها، وقد تكون رسم، والرسم ممكن يجيب اعلى الارقام من 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 الارباح، او ممكن يكون لاعب كرة قدم مثلا وعالميا، يعني اللي اعلى الرواتب هي للاعبين كرة القدم مهما كان مستواه ومهما كان مستوى النادي اللي بيلعب فيه مثلا. يعني هي موضوع مهارات، فبقدر ما بتكون ماهر وقادر على العطاء موجود ربح وموجود مال. المال آخر شيء يعني بيتفكر فيه، أول شيء بيتفكر بي أنا شو بدي، لأنه المال جاهز يعني بالنسبة لي أنا، خليني فكر بشو بدي أعطي أو بشو بكون أحسن لمجتمعي أني أقدم، هل بكوني مهندس أم حقوقي أم طبيب أم بمهنة معينة، نجار، حداد، بارع، وكلياته، لأنه بالنهاية المال موجود. فالمال عم يتحكم برغباتنا شوي، زائد الفكر المتدهور عند الأهل يلي ما بيرضوا يقروا حتى كتاب 200 صفحة عن سلوك الطفل وكيفية التعامل مع الأبناء، رغم أنه إذا قروا صفحة صفحة كل يوم بسنة بيخلصوا الكتاب كلياته وبيربوا كل الأولاد، وبصير في عندهم مهارة وبيعطوهم المهارة ليربوا أولادهم وهكذا. صح. يعني صح، يعني معلومات كثير مهمة، بنتمنى يكون كل اللي شافنا اليوم يستفيد منها، واللي ما قدر يحضرنا هلأ فيه يحضرها على اليوتيوب على صفحتنا. شكرا لك دكتور راغب. بتشكركم. مشكور كثير دكتور. شكرا لك.